وايضا فرحة البداية للكبار ورقص الكبار الذي سيتواصل شوطا الى شوط. هنا نبدأ في هذا اليوم، وانطلاقة ثانية تحمل ايضا هناك المهجنات كما كانت المحليات في البداية. وزميلي ايضا سفاح الشمري مشاهدينا الكرام الرفيق الدائم في هذا الميدان يسير مع حضراتكم مشاهدينا الاعزاء، يتابع لحظات الاثارة والثمانية كيلومترات ومسار هذه الرحلة المثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، ايها الحفل الكريم، ايها الاخوة مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة أحييكم بها أيضا من هذا الموقع من ميدان سباق الهجن العربية الأصيلة بمنطقة المرموم بمدينة دبي، حيث طمع الطماعة، حيث طمع الطماعة وأفلحت وفازت بأقوى أشواط هذا اليوم وهذا الختام هذا الموسم. طماعة أهني أنا بدوري أيضا مالك طماعة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم القطب الكبير راعي هذا الشعار القدير الذي دائما يحافظ على قوة المشاركة في الأشواط القوية، وكما ذكر الأستاذ عبد الرحمن أحمد أمين كانت ثالثة على التوالي لهذا الختام هذه الانطلاقة وهذا الشعار الذي يصمد دائما مع الكبار في شوطه وهو شوط العمالقة. ونذكر نحن من هنا الشاعر بن مصلح محمد بن مصلح الاحبابي، نقول له يا بن مصلح علوم طماع بشرنا عن طماع، عسى العلوم ان شاء الله كلها خير. طماع هو الذي انتج مشاهدينا الكرام طماعة التي حققت المركز الاول، وكدنا ان نهني من البداية منذ ان اشر لانطلاقة هذا الشوط القوي بالناموس للقطب الكبير، وذلك مشاهدينا الكرام لتقدم طماعة مباشرة بالمركز الاول. تهانينا، الناموس الدائم ان شاء الله حليف هذا الشعار. هذه طماعة تكرم بالزعفران، تكرم بمادة الزعفران، تعطر هنا ليرتاح ويهدأ الخطير مشاهدينا الأعزاء مع هذا الإنجاز الكبير. شوط يخص الذلل الأصايل المهجنات لأصحاب السمو الشيوخ ينطلق على أرضية ميدان المرموم لثمانية كيلومترات، وهذا الشوط مشاهدينا الأعزاء يحمل خمس أو ستة أسامي من الذلل، واحدة فقط هي التي قد لا تذاع لأحقية المراكز الخمسة الأولى بالإذاعة والجوائز والناموس. الرنج روفر سيارة هذا الشوط المهداة للمضمر الذي يحقق مع الذلول ويهدي لمعزبه الناموس مشاهدينا الأعزاء مع هذا الصباح وهذا الشوط المهم. هذه إذا انطلاقتنا، 2 كيلومتر قطعناها من بداية الانطلاقة وفي مقدمة الشوط أمسية هجن العاصفة. يا سلام، الله 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 الله، بدأ المشاهدين الأعزاء العاصفة تنزل بثقيل الثقيل، فكانت دائما تنزل بالثقيل يا جماعة، لا أعترض على هذا الشيء، وإنما يبدو أنه الآن بدأ دور جد الجد والوزن ثقيل الثقيل مع العاصفة، والعاصفة تقود بأمسية لهجن العاصفة هذه الهجن العملاقة، وحمد بن راشد بن حمد بن غدير يقودها مضمرا، بينما المركز الثاني وفي المركز الثاني الريام لسمو الشيخ احمد بن مكتوم آل مكتوم اللي تحتل المركز الثاني وتلاحق أمسية في هذا الصباح الجميل، وسلطان بن سيف المقبالي يدير عملية تضميري أمسية نقلة على المركز الثالث وعلى الكادر التحتي والفارق الطويل والكبير والعريض ما بين أمسية وما بين الريام والمركز الثالث. نرى السايحة في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم، مضمرها السيد محمد بن سعيد بن مروشد، وفي المركز الرابع يوسلوب، الله الله يا ديره،
مرحبا بديره يا جماعه، ديره قادمه، ديره 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 لهجله العاصمه، يضمنها حمد بن راشد الحمد بن غدير، تنضم لامسيه في هذه المشاركه وتاتي رابعا في هذا الشوط، وانتظروا مفاجاتها بينما عاليه في المركز الخامس، وثواني قد تكون مهمه مشاهدينا الاعزاء، بها قد يفوز الشعار وبها قد لا يكسب الرهان، الثواني دائما مهمه في عالم الاصايل، دائما حساسه، ثواني لهجن الرئاسه تعود ملكيتها وتعود عمليه تضميرها للسيد سعيد بن شطيط الوهيبي. المركز الخامس يتغير في هذه اللحظة، من اللي كانت في المركز السادس دخلت هفايف لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمعة بن عتيج الرميثي مشاهدينا الأعزاء، وتضمير ومتابعة لهفايف، ياهي خمسة أسامي، ياهي خمسة مشاهدينا الأعزاء مستمعينا الكرام على الهواء مباشرة، لا راحت خمسة ولجت خمسة، خمسة عن 500 يا جماعة، عن 500 اسم حساس في هذه الرياضة العربية الأصيلة، أمسية في إشراقة صباح المرموم، هذا اليوم، هذا اليوم يسبق اليومين الختاميين الذهبيين لختام دبي في هذا الموسم، أمسية تقود وتشرق بشعار العاصمة مع إشراقة هذه الشمس الجميلة الرائعة الدافئة قليلا التي معها يتميز المضمر بأداء ذلوله، يتميز بتسييرها بتوجيهها كيف ما ينبغي مع هذا الانطلاقات، يا سلام يا أمسية لهجن العاصمة، شعار حمله الكثير من السبق مشاهدينا الأعزاء، وكان من أبرز مفاجآته هذا الموسم هي عموه اللي فازت بكأس اللقاية المفتوح، يا سلام يا عموه، أقول أبرز لأنها نوعية فريدة حققت النجاح وأثبتت قوة هذا الشعار وقوة هذا النوع الفريد، ويمتلكها مالك العاصمة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحمد بن راشد بن غدير يدير تضمير أمسية كما قد كان يدير تضمير عموه، وفي المركز الثاني هذه مشاهدينا الكرام الريام تتغنى مع صباحنا الجميل، تتغنى بأغاني الريام المشهورة الرائعة التي يطرب لها الأسماع مشاهدينا الأعزاء، الريام ترقص على المركز الثاني لسمو الشيخ أحمد بن مكتوم آل مكتوم، يضمنها السيد سلطان بن سيف المقبالي، ولكن وصول يا جماعة إلى ديره 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 قادمة من ديره، ديره قادمة يا جماعة بشعار العاصفة تهز راسها ديره، محملة مسؤولية ومثقل كبير يا جماعة، ديره في هذا الشوط تهز راسها وعند راسها شيء، ديره في راسها شيء بين أذانيها شيء يا جماعة، ديره لهجن العاصفة يضمرها السيد حمد بن راشد حمد بن غدير، وفي المركز الرابع تأتيني هفايف، هفايف يا هفايف اليوم يومك يا هفايف، هفايف لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان، يضمرها السيد يمعة بن عتيج بن كسلة الرميثي، وفي المركز الخامس ثواني لهجن الرئاسة تحتل المركز الخامس، يضمنها الشاطر سعيد بن شطيط الوهيبي، أين الشطارة يا الوهيبي؟ أرجوك يا الوهيبي أن تعود بالشطارة المعهودة لك ولهذا الشعار العملاق الغني عن التعريف، الله 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 الله، الخمسة مشاهدين الأعزاء تنضم لهن في هذه اللحظة، تنضم لهن ذلول من الذلل الحساسات، وسلام يا سلام مع وجود سلام للقطب الكبير لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مالك طماعة، والتي انتزعت المركز الأول في أول أشواط المحليات هذا اليوم، وليس أولا فقط وإنما أضخم وأقوى وأكبر الأشواط، شوط المرسيدس الذي تعود هذا الشعار على اختطافه وإهدائه للخطير للمرة الثالثة يا جماعة، الهاتريك يسجل في هذا الموسم، وعسى أن يكرم الخطير تكريما آخرا يضاف لما حقق من ثلاثية نظيفة في هذه الرياضة مع طماعة، إذا مشاهدينا الأعزاء هذه سلام لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم، انضمنا سيد أحمد بن سلطان بن رشيد تنضم لهذه الكوكبة، يا سلام بانت المنصة، بانت المنصة، بانت
بانت المنصة. الله 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 الله، المنصة بانت، جماهيرنا بالانتظار. ويحك أيها الجمهور الكريم، أنت تسمع وترى الشاشة ولكن لا ترى ماذا يحدث هنا بالعين المجردة. نحن نباري، نحن نتابع، نحن نسمع، نحن نرى، نحن نتحدث عن هذا التجمع. و1800 متر اتجاهنا مستقيم مشاهدينا الأعزاء إلى منصة ميدان المرموم، إلى هذه التحفة، إلى هذا الشكل الهندسي الرائع والممتاز الذي درس كثيرا قبل التصميم والإعمار. يا سلام يا سلام، هذه أمسية، ما أحلى الأمسية أن تأتي في الساعة 8:03 يا جماعة. أكيد أنها شيء، أكيد أنها شيء خصوصي، أمسية خصوصية، أمسية لهجن العاصمة، أمسية تحمل شعار العاصمة، تحمل شعار حمله الكثير من الإبكار والسبق والذلل والزمول يا جماعة. أمسية ويقود الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، يقود شباب مرغم بالآمال والطموحات والدعوات. الله، وننتقل إلى ثاني المراكز حيث سلام ستسلم على جميرة. سلام ستسلم على جميرة وجماهير الخطير وجماهير هذا الشعار الكبير، شعار القطب الكبير. جميرة سلام لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، انضم لها السيد أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. المركز الثالث ديره 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 ديره، أنا لازلت أنتظر ديره يا جماعة، لازلت أحط وأرشح ترشيح مبطن لديره، ديره الهجن العاصمة. يضم لها السيد حمد بن راشد بن حمد بن غدير. المركز الرابع تأتي هفايف لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل هيان، يمع بالعتيج بن شسلة الرميذي. المركز الخامس، ثواني ثواني ثواني، وما هي إلا دقائق، وأضف إليها بعض الثواني وتحسم الأمور. ثواني انتقلت من المركز الخامس إلى المركز الرابع لهجن الرئاسة، يضمرها السيد سعيد بن شطيط الوهيبي. يا سلام يا سلام يا سلام، انطلقت أمسية، أمسية غادرت، أمسية وادعت، أمسية انطلقت، أمسية تودع الموقع يا جماعة، أمسية تؤكد قوة هذا الشعار. الله 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 الله، وإن استمرت أمسية يا سلام سيكون الشوطين الأولين المهمين في صباح هذا اليوم والقويين بقيادة أمسية وطماعة من البداية حتى النهاية، يدل ذلك على تحقيق الذلول وطموح الذلول يا جماعة. إذن في هذه اللحظات سلام يا مرغم سلام، سلام يا مرغم سلام، سلام يا مرغم سلام. وأنا يا جماعة هرشح ديره، هات لي ديره يا مخرجنا، هات لي المركز الثاني. الله 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 الله، ديره عانية، ديره قادمة يا جماعة، ديره قادمة، ديره ديره ديره، ترشيحي ترشيحي ديره، ديره قادمة، ديره مشاهدينا الأعزاء، لتؤكد قوة ديره أنها عائدة. ديره من فقد ديره فديره عادت، ديره عادت، عادت العاصمة مشاهدينا الأعزاء، تحملها ديره لتزف لمالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على ظهر ديره، الناموس الأول بالذلل المهجنات الأصايل. تهانينا يا أبو راشد، تهانينا يا أبو راشد، وتهانينا للواثق حمد بن راشد بن غدير. والسلام لمرغم يا جماعة، السلام لمرغم. أمسية ثانيا لهجن العاصمة، أيضا ضمنها السيد حمد بن راشد بن حمد بن غدير. ثالثا ثواني لهجن الرئاسة، رابعا سلام لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، خامسا هفايف لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل هيان. ديره هكذا تنتزع بكل قوة كما كان مبطنا من المعلق يا جماعة. صحيح أني استعجلت في الشيء ولكني كنت واثق كل ثقة في ديره، لأني أحب ديره، أرى أن ديره كفو لمثل هذا الشوط. وبالفعل ديره انتزعت وتولت مهمة من مهماتها الصعبة في انطلاقات الأصايل. مالكي ديره أمامنا في هذه اللحظات، سمو ولي عهد دبي حفظه الله يتابع ديره، يتابع الأصايل دائما وأبدا. ديره تصل معلنة الفوز بالمركز الأول في أول أشواط الذلل المهجنات الأصايل لتقطع 8 كيلومترات بفترة زمنية مقدارها هو 12 دقيقة كما هو واضح، و50 ثانية وخمس أجزاء من الثانية. أهني مالكي ديره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، مالكي هذا الشعار، مالك العاصمة. وأهني حمد بن راشد بن حمد بن غدير الواثق كذلك. أمسية تصل ب 12 دقيقة 52 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. أهني أيضا العاصمة ومالكها ولي عهد دبي حفظه الله، وأهني حمد بن راشد بن حمد بن غدير. المركز الثالث تأتي في ثالث المراكز، ثواني لهجن الرئاسة وحققت المركز الثالث. أهني الرئاسة وهجن الرئاسة
وأعود مشاهدينا الكرام مع هذه اللوحات الجميلة التي تبعث على الهواء مباشرة من هذا الموقع، من ميدان المرموم، من عالم الأصائل في دبي، في هذا الوطن الغالي، إلى أستاذي الغالي عبد الرحمن أحمد أمين. شكرا لزميل سفاح الشمري الذي تواصل في الشوط الماضي، وهنا الفوز والانتصار واللوحات الجميلة التي ترسم بأصالة هذا الماضي، وحديث هنا بهذه الانطلاقات بين داعمي هذه الرياضة العربية الأصيلة.